تحياتي لك وللسادة المشاهدين. بالفعل اجتماع مجلس الوزراء لم يعقد حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم عقده خلال يعني فترة قليلة جدا بعد يعني الآن. هناك تأكيد على أن اجتماع مجلس الوزراء بالتأكيد وغالبا يتم مناقشة العديد من الملفات الهامة، وتأتي أولويات الملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المشروعات المختلفة، غالبا ما يؤكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأيضا المشروعات الخدمية للمواطنين ومراحل تنفيذها والمشروعات القومية، والوقوف على أهم المستجدات ومحاولة تسديل كافة العقبات للمشروعات المختلفة دائما ما تتصدر اهتمام الحكومة. ملف آخر وهو الملف الخاص بالاستثمار وجذب الاستثمارات وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر وتهيئة مناخ الاستثمار، هو ملف هام دائما تتحدث الحكومة عنه وهو ينال أهم اهتمامات الحكومة. هناك تأكيد على ضرورة الاهتمام بجذب الملفات وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. يعني بالتأكيد هناك أيضا العديد من الاجتماعات واللقاءات الأخرى التي تقام على هامش اجتماع مجلس الوزراء، ولكن يعني بالأمس عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لقاء اجتماعا عقد فيه التقى فيه مع الدكتور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء. تناول اللقاء يعني العديد من الملفات الهامة وهو الملف الخاص بالتوريدات الخاصة بالمستحضرات الطبية للدول للقارة الإفريقية. هناك تأكيد من الحكومة على زيادة على أن تكون الفترة المقبلة إن شاء الله سوف تشهد زيادة في التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية وغيرها من الدول المختلفة، بالإضافة أيضا إلى زيادة الواردات في الأنواع المختلفة في المجالات العديدة. ولكن تصدر اهتمام هذا اللقاء والمستحضرات الطبية، حيث تم الاتفاق على توريد مستحضرات طبية لدولة زامبيا بمبلغ يقدر بحوالي 24 مليون دولار. يتم توريد مستحضرات طبية مصرية إلى زامبيا على عدة مراحل، وبالفعل تمت الشحنة الأولى وتم توريد الشحنة الأولى إلى زامبيا. يعني الجانب الزامبي أكد على يعني أعرب عن يعني تقديري للجهود المصرية القوية التي تبذلها مصر في التعاون مع الدول الإفريقية وخاصة في المجالات الطبية وغيرها من المجالات المختلفة. هناك تأكيد من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على ضرورة أن تتصدر مصر اهتمام كبير وأهمية كبرى في توريد المستحضرات الطبية ليس فقط للدول الإفريقية ولكن للدول المختلفة أيضا، وأن يكون لها الصدارة في هذا المجال. على جانب آخر أيضا وفي نفس المجال هناك تأكيد على أيضا التوسع في إنشاء الصيدليات الإسعاف 24 التابعة لهيئة الشراء الموحد والهيئة المصرية للأدوية والتي تقدم خدمات يعني قيمة للمواطنين. هناك تأكيد على التوسع في هذه المستشفيات الصيدليات حتى تنتشر في كافة أنحاء الجمهورية، وتم وضع نموذج يعني متقدم لكيفية التعامل وتنظيم التعامل وتقديم الخدمة بشكل مميز للمواطن المصري، وسوف يتم تعميم هذا النموذج على كافة محافظات مصر، وبداية إن شاء الله يوم 16 من الشهر المقبل إن شاء الله سوف يتم افتتاح 5 صيدليات في تعمل بهذا النظام الجديد الذي يقدم خدمات متميزة للمواطنين في هذا المجال الطبي، بالإضافة أيضا إلى التوسع في إنشاء المخازن الخاصة بالمخازن الاستراتيجية يعني التي تقوم الشركة بتخزين المستلزمات الطبية فيها، وعلى أن تكون يعني مطابقة للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى التوسع في انتشارها في الأماكن المختلفة حتى يتم التصدير من خلالها إلى الدول المختلفة بسهولة. نعم، أشكرك الزميل أحمد أبو الحسن، كنت معنا على الهواء مباشرة من العاصمة الإدارية الجديدة، شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوفية.